مجلس عماد مجلس علوم الهندسة على أساس أنه باش يكون قوة اقتراح للبلاد هذه ويساعد مؤسسات الدولة في جميع ما هو التقنيات وهندسية. مجلس علوم الهندسة في سنة 2023 خذ على عاتقه على أساس أنه باش يخدم على الترابط ما بين الماء والغذاء والطاقة، وبالتالي في بداية السنة أصدروا الدراسة الأولى اللي هي على المياه، والدراسة الثانية منذ شهرين أصدرت تم إصدارها اللي هي على موجز لسياسة الطاقة اللي أعدها أكثر من 20 مهندس متواجدين خارج تونس وداخل تونس ومن الكهول ومن الشباب، قاموا بالدراسة هذه والآن قاعدين نزلوا فيها في الهيئات الجهوية على أساس أنه حسب كل هيئة بخصوصيتها. واليوم جينا للقروان للقيام بالندوة على الطاقات المتجددة. فما بعض أرقام ما فيها بأس أنه نعرفوهم. إحنا سنة 2000 هي السنة اللي الميزان الطاقي بدأ في العجز، يعني قبل سنة 2000 كنا نستهلكوا أقل من اللي ننشو. بعد سنة 2000 ولينا نستوردوا باش نكفيوا حاجياتنا، وبالتالي والتفاقم هذايا متاع العجز وصل في سنة 2022 إلى 60% عجز من الطاقة اللي نستوردوا فيه من العملة الصعبة واللي حد من السيادة متاع البلاد متاعنا. هي فما رقم آخر يلزمنا نعرفوه، أنه في كيف نقارنوا 2022 إلى 2021 نلقاو عنا تراجع في إنتاج البترول، واللي زاد يعني الطيني بلة أنه بعد الكورونا ما تم حفر حتى بئر استكشافي نفطي. هذايا اللي يخلي أنها الطاقة المتجددة ولات ضرورة وضرورة متأكدة. الطاقة المتجددة هي ما هيش كان الشمس، هي الشمس الرياح والهيدروجين فير اللي مازال مكلف جدا، لكنه حرب أوكرانيا خلاته ولات أوروبا تطلب فيه وتحب تجي تستثمر في الهيدروجين فير على أساس أنها باش تصدروا لها، وقامت باتفاقيات مع المغرب ومع مصر في المجال هذا، بينما تونس هي أقرب ليهم، وبالتالي من الأولويات يلزمنا نخدموا على المجال هذا. الحياة فهم زهرة الحياة.